وفي انستغرام اعلن الحساب الرسمي للميدل بيست عن اسماء الفنانين العرب المشاركين بحفل المهرجان الموسيقي ساوند ستورم بنسخته الثالثة، واللي راح يكون من 1 إلى 3 ديسمبر. واذا سمعت هزة بالرياض، ترى السبب 200 فنان اللي بيجتمعون في اكبر تجمع موسيقي بالعالم. وبعد ما أعلنوا عن مريم فارس الأسبوع الماضي، واللي أتمنى ما تغني أغنيتها سلام عليكم، أعلنوا حتى الآن عن رابح صقر، ماجد المهندس، نانسي عجرم، عمرو دياب، محمد حمائي ودي جي أصيل.